بكل ثقة استلم بنيامين نتنياهو التكليف لتشكيل ائتلاف حكومي جديد ليكون صاحب أطول فترة كرئيس حكومة في إسرائيل. نتنياهو لم يدخر جهدا حيث حتى قبل التكليف الرسمي باشر بالمشاورات. حزب اتحاد اليمين اشترط عدم الانسحاب من مناطق في الضفة الغربية وعدم القبول بصفقة القرن مهما كانت شريطة انضمامه للائتلاف. من الواضح انه احنا رايحين على حكومه يمينيه متطرفه جدا، حكومه كانت كل دعايات احزابها الانتخابيه هي دعايات ضد الشعب الفلسطيني وضد القضيه الفلسطينيه. يعني واضح جدا انه الموضوع رايح على اكثر التطرف ضد الشعب الفلسطيني، خاصه انه كلنا بنعرف انه بنيامين نتنياهو كمان في ملفات جنائيه مفتوحه ضده، وهي الملفات ما كان لها اي دور، وهذا بياكد انه الشعب الاسرائيلي كمان اليوم شعب هو نفسه كمان شعب أصبح جدا متطرف ويميني. 65 عضو كنيسة يمثلون حزب الليكود وكولانو وإسرائيل بيتنا واتحاد اليمين وشاس ويهودات هتورا، وهي الأكثرية، وافقت مبدئيا على المشاركة بالائتلاف، إلا أن المناكفات والابتزاز السياسي سيكون على نتنياهو مجاراته كما كان يفعل دائما في السابق، خاصة للتوفيق بين المتدينين والعلمانيين، خاصة في مجال تجنيد طلاب المدارس الدينية المتزمتة والذي يعتبر الإشكال الأكبر. أما النهج السياسي فلا خلاف عليه. أعلم تماما حجم المسؤولية الملقاة على كاهيلي، إذ يكمن أساس قوتنا في قدرتنا على العمل معا، حيث تمكننا رغم عدم الاستقرار في منطقتنا من الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، وليس ذلك فحسب، تمكننا أيضا من جعل إسرائيل قوة عالمية صاعدة، بل دولة عظمى حقيقية في بعض المجالات الحيوية. بخصوص قطاع غزة، فنتنياهو سيستمر في الترتيبات الأمنية التي تمت قبيل الانتخابات. أما في قضية الضفة الغربية فالخيارات متنوعة، فمن جانب هو يريد ضم مناطق من الضفة الغربية، ومن جانب آخر لا يريد إغضاب الحليف الأمريكي، وما تزال صفقة القرن مبهمة، وعليه الحفاظ على الائتلاف الحكومي حيث بعض مكوناته الحزبية ترفض المفاوضات والتسوية مع الفلسطينيين. مع هذه النتائج في الانتخابات الإسرائيلية، فإن بنيامين نتنياهو الآن سيسعى لضم مناطق في الضفة الغربية، ولكن بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وهذه الخطوة باتت قاب قوسين أو أدنى. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة.